ثوب الكعبة، مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، وهذه مراسم الآن نقل ثوب الكعبة من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة إلى الحرم المكي. الآن كما نشاهد يتم فتق ثوب الكعبة المشرفة من أربع جهات بالكامل، إضافة إلى إزالة ستارة باب الكعبة، ليتم بعد ذلك استبدال الثوب القديم بثوب جديد.